انا عايز بس اعرف برضو التشكيل في الملعب عندكم، هل بيكون زي الملعب ال11 ولا مختلف في التخطيط بتاعه؟ لا طيب عادي. يعني كام لعيب؟ احنا عندنا بتبقى سبعة، سبعة لعيب. احنا ما بنلعبش 11. يعني يا كابتن هم بيلعبوا سباعي خماسي. هي خماسي. بس هي بتتقال خماسي بس. هي ممكن فرق قدامنا ناس عاديين فبنلعب خمسة، لان لو زودناها سبعة هتبقى الملعب زحمة. انما هم لما بيلعبوا بعضيهم المفروض هو القانون الدولي بتاعهم سبعة ضد سبعة، سبعة ضد سبعة ده القانون بتاعهم. احنا لما بنلعب عادي بيبقى خمسة ضد خمسة.